ساحلي حتى دور المجموعات. بالنسبة للدور التمهيدي، حورية كوناكري الغيني فاز على النجم الساحلي التونسي في غينيا بهدفين مقابل هدف. أما النجم الساحلي التونسي في المباراة الثانية في مباراة العودة فاز على حورية كوناكري الغاني 7-1 في تونس. دور ال 32، أشانتي كوتوكو فاز على النجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء، والنجم الساحلي فاز على أشانتي كوتوكو في تونس بثلاثية مقابل لا شيء. مشوار الهلال السوداني. نادي الهلال السوداني تعادل إيجابيا مع نادي رايون سبورت الرواندي في رواندا، أما في المباراة الثانية فتعادل سلبيا، وبالتالي صعد نادي الهلال إلى الدور ال 32. تعادل سلبيا مع نادي إنيمبا في المباراة الأولى، ثم فاز الهلال في المباراة الثانية والتي كانت تقام في السودان بهدف مقابل لا شيء. أما مشوار بلاتينم الزيمبابوي حتى دور المجموعات، الدور التمهيدي تعادل سلبيا مع نادي بولتس من ملاوي في ملاوي بسلبيا زي ما قلت لحضراتكم، وفاز في المباراة الثانية بثلاثية مقابل هدفين. في دور ال 32 بلاتينم من زيمبابوي بيفوز على يونياو دو سونجو من موزمبيق، وبيكسب ايضا دو سونجو من موزمبيق برباعية مقابل هدفين في موزمبيق. خلينا ننتقل الى تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع هذه الانديه. بالنسبه للنجم الساحلي، نادي الاهلي التقى مع النجم الساحلي 11 مره. حقق الفوز النادي الاهلي بثلاث مرات، والنجم الساحلي فاز على النادي الاهلي ثلاث مرات، وتعادل الفريقين خمس مرات. اما تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الهلال السوداني، تقابل الأهلي مع الهلال السوداني في بطولة أفريقيا ست مرات. نادي الأهلي حقق الفوز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين. نادي الأهلي لم يسبق له أن يواجه بلاتينيوم من زيمبابوي من قبل. خليني برضه أقول لحضراتكم بعض نجوم الفرق اللي هيلعبها النادي الأهلي. بالنسبة لنادي النجم الساحلي عنده مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، كريم العريبي هداف الفريق، وفراس بالعربي، ومرتضى بن والناس، وإيهاب المساكني أبرز نجوم نادي النجم الساحلي. أما أبرز نجوم نادي الهلال السوداني موفق صديق ومحمد موسى الضي ومحمد دراج وصهيب الثعلب. أما أبرز نجوم نادي بلاتينم بيرفكت شيكواندي ده هداف الفريق، ونيفر تيجيري وعلي صديقي. ده كان أبرز حاجة عن مواجهات النادي الأهلي بحاجة سريعة جدا طبعا لغاية لما نبدأ المباريات إن شاء الله. قبل بداية المباريات هنقول لحضراتكم تاريخ كل حاجة هنقولها لحضراتكم من خلال ملعب الأهلي خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله في النصف الثاني من هذه الحلقة هنتكلم مع نجومنا الكبار اللي هيكونوا